السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل سوينج وول. أول حاجة هعملها إن أنا هاجي هنا في النورس وأتأكد من الارتفاع، وليكن مثلا 2 متر مثلا، أكتر أقل زي ما أنت عايز. طيب خلينا نيجي هنا في ليفل 1 وأبدأ أرسم الحدود بتاعتي، وأقول له ده مثلا من ليفل 1 لحد ليفل 2. برضو المقاس اللي انت عايزه مثلا خليها بالمقاس دوت، تمام. وخلينا نعمل مثلا جزء كده اضافي بالشكل دوت. طيب واقول له ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، تمام. الجزء ده مثلا ده هتقعد فيه وحاجات زي كده. طيب خلينا نضيف سلم عشان لو حد حابب ان هو ينزل خطوة خطوة بالشكل دوت، فممكن تقول له انا عايز اضيف ستير، وابدا اقول له ان ده هيبقى من ليفل 1 ليفل 2 بالشكل دوت. واقول له خلي السلم من اول هنا لحد هنا، وقول له اوكي، ويخلي الحيطة تبدأ تكمل معايا لحد هنا، تمام. وهقول له الغي الريلينج اللي موجود هنا والريلينج اللي موجود هنا، ديليت بالشكل ده. طيب عايزين نعمل الناس قاعدة هنا كده، تمام. فاقول له ان انا عايز اعمل وول دبل جيت، ونخلي دي مثلا 500، وأقول له مثلا خليها من متر ل 1500 مثلا، اللي هي الحيطة اللي هي 500. وأقول له إن أنا عايز أرسمها مثلا اكستيريور، خلينا نتأكد 500. تعالى نشوفها كده في ال 3D. نفس 3D شيفت وابدأ اشوفها، تمام. خلينا نضيف الأرضية فلور، تمام. دي هنا بقى الجزء اللي هو هنا دوت، اقول له في ليفل 1 بالشكل دوت، اوكي، تمام. وممكن نعمل مثلا أرضية تانية لو انت حابب في الجزء دوت، بحيث الناس يبقى ارتفاع صغير، يبقى خاص مثلا للحالات الأطفال وحاجات زي كده. فممكن اقول له انا عايز دوت على ارتفاع مثلا متر مثلا، وخلينا نرسمه مثلا من هنا لهنا كده، وخلينا برضو نضيف له زي ستير صغير، ستير انا من 1 لمتر. وخلينا نفترض مثلا ان الحيطة دي هتبقى ازاز كرتون وول مثلا بالشكل دوت،
أو نغير الماتيريال بتاعتها، تمام، بحيث إن إحنا لما نحب إن إحنا نشوفها تبقى بالشكل دوت. طيب نيجي بقى عند ليفل 2، نضيف الفلور اللي إحنا عايزينه، فلور، فنقول له مثلا إن ده الفلور بتاعي. طبعا ده تصميم تخيلي، ممكن بقى أكيد في المشروع بتاعك هتبقى في حاجة سبيشال أو في اختلافات. بالشكل دوت ده كده على ارتفاع كام؟ 2. وليكن بقى نبدأ نضيف شكل المية، فهاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم كومبوننت موديل امبليس، وابدأ اقول له مثلا انا هخليها جينيريك موديل، اوكي، واقول له ان انا ست، واقول له بيك ابلان، واقول له ان انا مثلا عايز ارسم على البلان دوت، واقول له اكستروشن، واقول له انا عايز ارسم خلي الماء تنزل شوية كده، وبعد كده هبدأ أعمل تريم وأظبط الخطوط مع بعض، وبعد كده هقول له موافق، وبعد كده هبدأ أسحب دوت من هنا لحد هنا، وبعد كده هروح أقول له إن أنا عايز أعمل كرييت، وأقول له ست، واقول له بيك ابلان، واقول له مثلا انا عايز ابدا ارسم هنا، واقول له اكستروشن، واقول له ان انا عايز ارسم من هنا لهنا لهنا، الشكل دوت، واقول له اوكي، واقول له بقى ان انا عايز ارسم مثلا لحد الجزء دوت، تمام، وبعد كده هعمل جوين بين الشكل دوت والشكل دوت، يبقى كتلة واحدة، وبعد كده هبدأ أقول له إن أنا عايز أكمل الجزء دوت، وأقول له ست، وأقول له بيك أبلان، ده الجزء طبعا بتاع المية، أقول له إن أنا عايز أرسم من هنا لهنا. طبعا زي ما انت شايف سهل جدا انك ترسم على الثري دي، ولو حابب ترسم في البلان في السيكشن زي ما انت عايز. تقول له اوكي، وتبدأ بقى تسحبها لحد هنا كده، وبعد كده هقول له جوين بالشكل ده مع الشكل دوت، يبقى كده حاجة واحدة، وناقص له بس الحتة ديت، فأقول
اقول له كرييت واقول له سيت واقول له بيك ابلان واختار الجزء دوت، وبعد كده اقول له اكستروشن ونبدأ نسحب الجزء ده من هنا لحد هنا، وبعد كده أقول له جوين تمام، وبعد كده أختار ده كله، وبعد كده هنا اختار بقى الماتيريال قول له ووتر مش موجود، فنبدأ نظهر القائمة هنا خلينا نختار مثلا دوت وقول له اوكي وقول له فينش موديل، وخلينا نيجي هنا نقول له رياليستيك مثلا، هتلاقي المايه ظهرت بالشكل دوت اهوت، وطبعا هيظهر بشكل افضل لما نيجي نعمل الرندر سواء على الانسكيب او بالرندر الطبيعي بتاعنا اهوت. احنا مختارين الحاجه اللي هي الدرافت، وخلينا نقول له رندر.